السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة لو جورنال دو المير. اليوم ان شاء الله كوصفة غادي نديرو ان كاطو على نوا كوكو مليح للكوتي للولاد. نبداو على بركة الله. كمقادير خاصنا 150 غرام تاع نوا كوكو، 150 غرام دو نوا كوكو، 140 غرام تاع سكر، 140 غرام دو سكر، 140 غرام farina, 140 g de farine, 120 g تاع زبده. انا ما بقاتليش الزبده بزاف اللي كانت عندي، درتها وزدت عليها المارغرين. 120 g de beurre, 3 حبات بيض 3 œufs, 125 ml تاع حليب, 125 ml de lait. عندنا قرصة تاع ملح، اون بانسي دو سال، و 8 غرام تاع خمارة تاع الحلوى، 8 غرام دو لوفير شيميك و بيكين باودر. نبداو ان شاء الله. بسم الله بسم الله. غادي نبدو. راني درت غير الصفار وقلعت البياض البيض، جي سيباري لي جون دي بلون. غادي نزيد السكر ونضربه مليح حتى يولي كريمو ونعاود نولي. دروك زدت الدهان وغادي نعاود نخلطه واحد شويه ونزيد الحليب. خليه يتخلط مليح ونعاود نوليكم ان شاء الله. الخليط تاعنا وجد. دروك شنو غادي ندير؟ قبضت ان فوي، غادي نزيد لا نوا كوكو. بسم الله. وغادي نبدا نخلط فيها حتى تدخل كاع. عاداك نزيد الفارينة. دروك غادي نزيد الفارينة وغادي نزيد لا ليفور تاعنا ونخلطهم مليح بالفول. الخليط تاعنا راه واجد، غادي نديره على جهه ونروحو نطلعو البياض البيض تاعنا. في البول تاعنا غادي ندير بياض البيض تاعنا لي بلون تاعنا ونزيد معاهم هذيك لا بانسي تاع الملح ونبدا نخلط حتى يطلع لي بلون. بسم الله. بياض البيض تاعنا كما راكم تشوفوه طلعناه ناج. غادي نقبض دروك اون ماريز وغادي نزيد غير بشويه ونخدم فيه باش لا بريباراسيون تاعنا لاباري تاعنا ما طيحناش. غادي نبداو بشويه. بسم الله. غادي نخلط غير بشويه من التحت ونطلع. غير بشويه علينا نخلطوها باش ما طحناش.
الو غادي نزيد هذا اللي قالي انا غادي نستمر كيما هكا وغير نكملها نعاود نولي لا بريباراسيون تاعنا راهي واجده ودرت هذا المول جلي بوريكم الفو والفوغ راني دارته هي يحمى 170 دوغري والكاطو تاعنا يدي واحد 40 مينوت دو كويسون لا بريباراسيون تاعنا راهي واجده غادي نديها الفوغ واحد 40 مينوت ان شاء الله قد ما طيب ونعاود نولي لكم لو طون اللي دايره فيه الكاطو تاعنا يطيب غادي نوجدوا السيرو عندي 120 مللتر تاع حليب 120 مللتر دو لي وعندي 40 غرام تاع سكر 40 غرام تاع سكر غادي نديرهم في رحبه بسم الله نخلطهم مليح ونديهم فوق الغاز نخلي حتى الحليب يغلي باش نطفي ونعاود نولي فوالا كيما راكم تشوفوا الكاطو تاعنا وجد راني دخلت خدمي باش نشوفه على طابلي من الداخل دروك غادي نفرغ عليه الحليب تاعنا ونخليه يبرد كوم يلفو باش نقلعه من المول بسم الله فوالا غادي نخليه يبرد مليح ويشرب كاع هذاك الحليب ونقلعه من المول ونولي لكم ان شاء الله فوالا الكاطو تاعنا راه واجد ان شاء الله يعجبكم تجربوه انا درت زينته بال لا كونفيتور ولا نوت كوكو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته